أنا تيتي إدريس بن سليمان، كنت في درب شيشاوة نمرة 38، وخرجوني ودوني وما عطوني لا دار لا والو، وأنا 80 عام وأنا والد الوليدة تمايا في هذيك الدار، عندي تسعود دراري، ماتوا ليا جوج وبقاو سبعة. وحنا ضايعين، بابا يعطونا ما والو، اش غندير دروكا يا انايا؟ في غنمشي انايا، في غنمشي، لاحوني على برا وخلوني، ما استفدت ما والو، قاعدة بيت مع بنتي، ودروكا في غنمشي انايا، اش غندير؟ ودروكا عطوني واحد دولية تاع خويا ميت، ولا ما فيها لا بيت، خاوي وكل شيء، ما مثقف ما والو، وقاعدين في واحد البيت صغير، وحنا سبعة النفوس، والمرا هي 8 وانا هي 9، في غنمشي فين لاحوني؟ شحال تقريبا شحال دازت عليها دروكا يا سيدي؟ حنا دروكا عام ونص وانايا مليوح، ما دير معايا والو. دابا بالنسبة لنا حنا ما كناش كنتحركوا، كنقولوا بون حنا مدينا إيد الخير وإيد النية، وقلنا بون راه الناس غادي يفكوا هذا المشكل. وإذا بينا كنلقاو مجاو كيديروا هنا التوفنة، حطوا التوفنات، غدا يديروا الجليج، كاين نية مبيتة، كاين خطة مبيتة من أجل توسيعة الكورنيش. لذلك الساكنة كلها المتضررون جاو كيحتجوا الآن، اليوم كيحتجوا امام هاد المشكله، هاد العويصه اللي داير. هاد الناس ما كيتشاوروش معانا، يعني انهم ما كيدو سد علينا باب الحوار، ما يمكنش اي مشكل، راه ما يمكنش تجي تضرب القانون، راه عندك حدود خصك تلزمها، انت مسؤول لزم حدودك، هذه ملكيه مقدسه، ملكيه مقدسه وفق القانون والدساتير المغربيه وفق القوانين الكونيه. إذن حنا جينا الآن مع رفقة هاد الناس على أساس باش نقول لهم ستوب، كفى، هاد الشيء راه خطير اللي غاديين فيه، اللي كتمادوا فيه، وراه ما يمكنش إن غادي نسكتوا، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لي عزيزي توفيق، أنا ابن أحد الضحايا ديال هاد المسألة ديال الهدم ديال الكورنيش ديال طراب سنين، إن سنين هذه دابا تقريبا أكثر من 20 سنة. أنا ابن ديال الحاج أحمد اليزيزي اللي هو كان عنده هذه المنطقة هنا، اللي كان فيها المكتب ديال المكتب النقابي، وكان عنده مقر ديال المقر الحزبي هنايا، وكان عندنا السكنة هنايا، وكان عندنا إضافة كان عندنا واحد الإسطبل ديال الخيول هنايا. ملي توفى الوالد الله يرحمه، حنايا لازلنا كنطاطو دروكايا، راه أكثر من جوج العقود هذه ديال الزمن، كيفنا كيف مجموعة ديال الناس هنايا اللي تا هما متضررين، لأن إلا كان هذا المجلس بلدياري بهذ البلاصة على أساس أنها آيلة للسقوط، كيفاش أنه غادي يبني واحد المقر؟ إلا كانت البلاصة آيلة للسقوط وخطر على الناس، كتشكل لهم خطورة، خصها تكون مسدودة أولا، لأن هذه هي الصيغة باش عطونا على النوبة الأولى باش يهدموا. هدموا على أساس أن هذه البلاصة ملي تهدمات راه آيلة للسقوط، وراه كتشكل خطر على الحياة ديال الناس اللي ساكنين فيها. إذا ملي حيدوا هذوك الناس، إذا كان خص هذه البلاصة يا إما تبقى مسدودة وما يكون فيها حتى شي بنيان. وحنا البلاصة اللي مبنية فيها دابا هذيك القهوة، حنايا كنا تما في كان عندنا المحل تمايا. كان عندنا محل، كان عندنا مساحه اللي هي كبيره بزاف، ولكن حنايا راه باقيين كننتظروا دروكا، راه شحال ديال نتسناو حنايا دروكا، حنايا كبرنا، حنا دابا وصلت السن ديال التقاعد، انا حنا من الصغر ديالي حنا هنايا كنعرفوا هذا المشكل، هو باقي دابا انا وصلت 60 سنه تقريبا، وفينا هو هذا المشكل؟ متى غادي يتحل؟ كيف على غير باقي الناس هنايا، باقي الساكنه ديال هذه المنطقه هذه؟ هذه المجالس كتجي مجلس وكيمشي مجلس وكيجي مجلس كتجي مجلس بدون فائده، خصنا هذا المشكل خصو يتحل، يعيطوا للناس، يعيطوا للورثة الحقيقيين، عيطوا للناس المتضررين الحقيقيين، ماشي الناس اللي هما لا علاقة لهم، وحلوا معهم مشكل. تحنا راه عندنا، تحنا عندنا مشاكل ديالنا، عندنا خوت، انا عندي خوتي انا ما خدامينش، عندي خوتي ما خدامينش، عندي اخت معوقة، علاش حتى هما ما نستافدوش حنايا؟ راه لا يعقل هذا المشكل، هذا طال بزاف، وحنايا دابا راه المسألة اللي لجأت لها الجمعية هو ان تلجأ للطرق القانونية ان بإقامة دعوة على المجلس باش يتعوضوا هاد الضحايا، وحنا وحدين منهم، راه هذا المشكل طال بزاف.
ما كاين حتى شي حاجه، كاين عاد التسويف وكاين المماطله، التواصل ما كاينش، منعدم التواصل، ما كاينش اليوم غدا اليوم غدا. لان دروكا يلاه القضيه اتخذت المسار القانوني ديالها باقامه واحد الدعوه في انتظار نشوفوا المحكمه شنو غتقول مع المجلس اللي كاين، رغم ان حنا كنعرفوا هذا المجلس هذا حتى هو وارد هذا المشكل هذا، ولكن خصو يلقى ليه الحل ويلقى الحل لهاد الناس اللي هما متضررين، لانهم راه واحد العدد كبير ديال العائلات ومازالين كنتظروا. لا علم لنا شنو هو الاشغال اللي غادي يقوموا بها هنايا، هما قاموا بجرف اطربه من هذه المنطقه هذه ديال الكورنيش، ولكن حنايا شنو هما، حنا كوارثه حنا كنتظروا، حنايا عيطوا علينا، حنايا عيطوا على الناس اللي هما الوارثه الحقيقيين ديال هذه المنطقه والناس المتضررين، وحلوا معاهم مشكلين. اش غادي نتظروا حنايا منهم؟ حنا راه غادي نحلوا معنا المشكل. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.